نتجه إلى آخر وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت النهاردة على الصعيد المحلي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعم الدولة لما تتخذه وزارة السياحة والآثار من إجراءات تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر بصورة مطردة، مشيرا إلى أهمية استكمال تطوير المقاصد السياحية والأثرية والترويج لها في المحافل العالمية وبلدان العالم. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر. قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 82 فرع توثيق. نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها. أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي. تمكنت شركة فينترسالديا الألمانية من العثور على الغاز في منطقة التنقيب بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل البرية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلا على أغلب الأنحاء مع وجود شبورة في الصباح.